مرحبا. منقابل بالحياة أشخاص كتير ومنعيش معهم أفراح وأحزان، في يلي منسعد معه وفي يلي منحزن بسببه. طيب كيف بتعرف إذا كنت مع الشخص الصح وإنه علاقتك فيه هي علاقة العمر؟ في عنا 5 علامات بتدل إنك بعلاقة حقيقية وممكن تدوم معك لآخر العمر. أول علامة معنا هي ما بيتركك تفكر كتير، ما بيغيب عنك وقت طويل، ما بيتركك بأفكارك مع حالك وعم تقول يا ترى وينه، يا ترى ليش ما عم يتصل فيني أو ما عم يرد على مسيجاتي. بالعكس دائما بيكون معك وبيطمنك وبيقلك أنا جنبك، ولو كان مشغول واتصلت فيه وما قدر يرد عليك تحت أي سبب من الأسباب رح يبعث لك مسج ويقلك أنه مشغول وحيرجع يتصل فيك. ما بيتركك أبدا مشغول البال. العلامة الثانية، بيتقبلك مثل ما أنت بعيوبك قبل مميزاتك، بيتقبلك بلونك، بصحتك إذا كنت نحيف أو تخين، قصير أو طويل، بيتقبلك بأي شكل أنت عليه. والأهم من هيك ما بيعايرك بعيوبك، يعني لو كنت سمين ما حيقلك وزنك زايد لازم تنزل وزنك، أو شعرك شكله مو تمام يا ريت تغير القصة، أو عندك كرش مثلا. لا بالعكس حيحب عيوبك وكأنهم مميزات. العلامة الثالثة، بيسمح لك تاخد راحتك برا العلاقة، بيعطيك مساحتك الشخصية وبيكون في أريحية بيناتكم، يعني لو حابب تروح مشوار مع أصحابك حيتركك تروح وحيتمنى لك أنك تقضي وقت سعيد ولطيف، ولو حابب تدرس أو تشتغل ما بيمنعك أبدا ولا بيضغط عليك ولا بيخنقك، بالعكس رح يوقف جنبك ويشجعك كمان. العلامة الرابعة، مشاعرك بالنسبة له شي كتير كبير ومهم، ما بيتفه مشاعرك أبدا أو كلامك، ولو شافك زعلان حيحاول يسعدك ويطمنك بوجوده جنبك، رح يتحمل عصبيتك ويقدر قلقك وخوفك، حيوقف جنبك بالظروف الصعبة ويكون سند إلك وما حيهون عليه أبدا زعلك أو جرحك. العلامة الخامسة، حيقدر لحظات ضعفك بشكل كبير وعمره ما حيتفه من ضعفك أبدا، توأم روحك، عمره ما حيتركك وانت ضعيف وبحاجة للاحتواء والعطف، بالعكس حيكون سندك وبظهرك وواقف معك لحتى تسترجع قوتك، حيكون هو الحبيب والقريب والصديق وحيحتويك بكل مشاعرك السلبية وضغوطاتك النفسية. هذا هو شريك العمر الحقيقي وشريك الحياة الصح ووليف الروح اللي انت حتقدر تكمل حياتك معه بكل طمأنينة وسعادة. بتمنى يكون بحياتكم هيك شخص لحتى الحياة تصير أحلى وأسهل وإلها طعم بوجوده. سلام.